الواجهه الجمارك هي كذلك وقاية كبيرة، وهذا يكون مع مشاركة المواطنين، توعية المواطنين. مثلا كي تروحوا لمؤتمر راست ولا الجنوب الأقصى، عمل جواري تتلقوا معهم مثلا ولا الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية والمختصين، ينتقلوا المجتمع المدني، نوعيوا المواطنين للحفاظ على هذا الهدف. انا نظن كذلك مثلا في المخطوطات لازم الناس يروح للزوايا، يروح للزوايا يتكلم معاهم، فهمتني؟ قال نعطيكم الامكانيات ونبقاو نتعاملوا معاكم، ولا كان شفت اولا ممنوع بيع هذه المخطوطات، واثنين اللي يقوم تشوفوا انسان اجنبي مثلا ولا كذاك اللي حب يخرجها خارج الحدود، العقوبه يعني لازم يعرفوا شو هو القانون في هذا المجال هذا، وتبقى التوعية حتى يعود المواطن هو اللي يحافظ على التراث نتاعو.